السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برامج بحث علمي، برامج قوية جدا هتوفر عليك وقت كتير جدا، فالميزة ان كلهم ان شاء الله مجانيين، مش هتدفع اي فلوس خالص. طيب عندي مثلا موقع اسمه هيوماتا، ده الفكرة ان هيوفر لك وقت كتير قوي. ترفع ملف البي دي اف وهو يبدأ يفهمه ويبدأ ان هو يجاوبك عليه. طيب خليني اقول له مثلا لوج ان، وتبدأ ترفع اي ملف عندك بي دي اف، وبعد كده تقول له اوبن، وهو يبدأ يقرأ الكتاب ويلخصه لك وتبدأ تسأله أي سؤال. يعني ممكن يكون عندك كتاب 1000 صفحة، فبدل ما تقعد تقراهم كلهم، لأ بترفع الملف دوت وتبدأ تسأله وهو يجاوبك من خلال الكتاب دوت. ممكن تقول له لخص لي الكتاب، ممكن تقول له الكتاب بيتكلم عن إيه، ممكن تقول له طب في اختصار مثلا مش فاهمه، ممكن تقول له مثلا أنا حاجة مثلا في الطب مثلا، فتقول له والله أوجد لي العلاج بتاع دوت. نفس الفكرة برضو هنلاقيها في موقع تاني اسمه شات بي دي اف، ده برضو بتعمل دروب البي دي اف وبعد كده تفتح الملف البي دي اف وتبدأ ان انت تناقشه فيه، فهو يبدأ يجيب لك الملخص بتاع الملف البي دي اف وكل المعلومات اللي انت محتاجها عن الملف دوت. ممكن تسأله اي سؤال في الملف يجاوبك عليه كأنك بتكلم مع شات جي بي تي، بس هو هيوفر لك عليه وقت. انا قلت له مثلا لخص لي الملف ده، فلخص لي الملف هنا بسهوله. طيب في برضو موقع تاني بحث علمي اسمه بيبر برين، ده بيعمل ايه؟ هيجيب لك الورق كله بطريقه سهله جدا، اي موضوع انت عايز تتكلم فيه هيبدا يجيب لك النقط اللي فيه. فالناس اللي بتقول رساله الماجستير او الدكتوراه تاخد وقت كتير، الموقع ده توفر لك يعني تقدر تقول 90% من الوقت. فبيقول لك انت بتدور عن بحث عن ايه، مثلا عن ليزر سكان مثلا. تمام خلينا نقول له ليزر سكان، وتقول له يلا هات لي الابحاث اللي بتتكلم عن الموضوع دوت، وتقدر ترفع ملف من عندك من على الكمبيوتر وتناقشه في الورق دوت. موقع برضو اسمه اكسبلين بيبر، بيقول لك ايه، ارفع اي ورق عندك واحنا نعمل هايلايت وهنبدا نشرحها لك ونبدا نوفر لك الوقت ان انت تقعد تدرس الملف ده. كل ده معتمد على الذكاء الاصطناعي، فبتعمل لوج ان وتبدا ان انت ترفع الملف وتبدا ان انت تشوف. طيب تعال نشوف برضو موقع اخر اهو، بيقول لي اكتب اي موضوع انت عايز تعرف عنه معلومات، وليكن مثلا ليزر سكان. هيبدأ يدور في البيبر ويبدأ يجيب لك الورق اهوت، اكتر من ورقة. تمام ويبدأ يجيب لك المعلومات اللي فيها، ممكن تقول له عايز الخصالي تبجهالي. تمام فكل ده يعني نقلة كبيرة جدا في مجال البحث العلمي. احنا عايزين نلاقي الناس ترفع كل الكتب اللي هي الخاصة بالعرب وبال الاسلاميه والحاجات دي. طيب ممكن برضه في موقع اسمه تيتشين سينج، قول له السؤال بتاعك وهو يبدا ان هو يجاوب عليه. تمام يعني هاو اي كان بلاي تنس او سويمنج، ليرن سويمنج. بالانجليزي عايز مدى الإجابة بتاعتها، الصورة بتاعتها. فبيبدأ يديك ملخص خبرة الناس الخبراء في المجال دوت. تمام دي موقع هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو، إن شاء الله تكون مفيدة ليكم.